ايه النادي اللي احترف فيه مجدي عبد الغني؟ بيراميدز البرتغال. مجدي عبد الغني سجل كام هدف دولي؟ كام هدف دولي؟ ممكن اقول لك بالتقريب كده حاجة وعشرين مثلا. غلط. 10. بس هو بيورينا جوان كتير عنده فيديوهات جوان كتير بيجيبها، فانا ايه خدتني شوية. مجدي عبد الغني كسب دوري ابطال افريقيا مع الاهلي كم مرة؟ ثلاثة. يعني الناس كده فضحت نفسك. اتفرجت على ماتش مصر وهولندا كم مرة؟ ماتش مصر وهولندا على طول في رمضان بيتذاع قبل الفطار، ما يعني معروفه. لا اتفرجت عليه كتير قوي، اتفرجت عليه وفي لقطات كمان خد بالك غير الجون اللي هو جابه، كان في لقطات واحد في اخر دقيقه مدي واحد كوبري وعامل، لا كان عامل ماتش كويس، اتفرج عليه كتير طبعا. طب مين صاحب جول هولندا في مرمى مصر؟ سؤال جامد قوي ده، الاسئله اللي معاك كلها بصراحه جامده. ما مش لا مش مش فاكر، مش عارف. حسام حسن اللي اخذ ضربه الجزاء، عارف مين اللي شده؟ عارفه. لا برضه انا مش عارف غير فان بروكلين اللي كان واقف في الجون اللي احنا جبنا فيه الجون بتاع كاس العالم وشكرا. ايه جنسيه الحكم اللي حسب ضربه الجزاء لمنتخب مصر؟ حكم كان اسباني تقريبا. عارف مجدي عبد الغني جاب الجول في الدقيقه كام؟ حاجه و70 و60 حاجه و80 83. من المدرب اللي صعد مجدي عبد الغني للفريق الاول في الاهلي؟ بيحكي لي على طول هو على القصص دي قد الدنيا كانت صعبه، اعتقد هيديكوتي صح. مجدي عبد الغني جاب جول في اولمبياد 84، عارف كان في مرمى مين في اولمبياد 84؟ فلوس انجلوس صح. يوسف شد حيلك. لا برضه كوستاريكا. كوستاريكا اساله تاني كده خلاص كده اتعلم دي بقى حاجه صح. انت بتسال اسئله برضه في الجول. انا قلت هنصحى الصبح نروح. هو كفايه اصلا الكابتن يشوف اللي هو مش عارف معلومات عامه في كاس العالم. انا قاعد اديله واحده كمان. عيد سؤال من الاسئله. عيب قوي يا لهوي. اصل ماشي. بعدين ايه قال لي الاول اتفرجت على ماتش كام مره؟ قلت له ياه على طول. طب مين مش عارف ايه بقى؟ عايز اقول لك ان انا ما اتفرجتش عليه 90 دقيقه غير مره واحده مثلا.